أخرى يسقط اتحاد البليدة بميدانه ويعجز عن تسجيل أول فوز منذ بداية الموسم، ليتواصل نزيف النقاط والسير نحو المجهول. المنافس هذه المرة كانت مولودية سعيد التي فرضت عليه التعادل بملعب براتني في مباراة شهدنا في بدايتها خط هجوم منتعش للاتحاد الذي ضغط على دفاع مولودية سعيدة وكاد أن يسجل في أكثر من مرة، أمر حتم على أشبال المدرب سباع التموقع في الدفاع طيلة الشوط الأول. وفي الدقيقة 34 هواري من جانب الاتحاد كاد أن يفتتح باب التسجيل بتسديدة قوية تألق أمامها الحارس سفيون مبعدا الكرة إلى الركنية، لنشهد بعدها أداء روتيني ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني حضرت فيه الأهداف وكان اتحاد البليدة السباق لذلك بعد هجمة منظمة وتوزيع على الجهة اليسرى، الكرة تجد في انتظارها هدف الذي أسكنها مرمى الحارس سفيون في الدقيقة 60، هدف أفرز حالة طوارئ عند مولودية سعيدة التي زادت من عملها الهجومي بدخول البديل شيخ حميدي الذي أعطى الإضافة اللازمة بالوصول إلى شباك الحارس واضح في الدقيقة 70 مستغلا كرة في العمق عدل بها النتيجة مفسدا بذلك فرحة أنصار الاتحاد واللاعبين الذين لم يتمكنوا من صنع الفارق بعد ذلك، ونهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، نتيجة تعقد أكثر من وضعية بيت اتحاد البليدة.